سنة بعد سنة عم نلاحظ قديش المحركات عم تتجه صوب الطاقة الكهربائية، وهالشي عم بيأثر على أكبر الشركات العالمية. جاكوار لاند روفر أو جي ال آر قررت بالفترة الأخيرة أنه تستغني عن حوالي 4500 وظيفة بكل أنحاء العالم، وطبعا هالشي بعد موجة الطلب الكثيف على السيارات الكهربائية وانخفاض الطلب على سياراتها الفاخرة. إشارة إلى أنه جي ال آر بتصنع حوالي 600 ألف سيارة سنويا بيتم بيعهم ب 129 سوق حول العالم. كمان أكثر الوظائف يلي رح تستبعد هي طبعاً الوظائف المكتبية والإدارية ووظائف التسويق.